بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من دروس اتعلم اونلاين. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على إزاي نستخدم أكواد الـ Visual Basic for Application في إن أنا أحدد آخر صف أو آخر عمود أو أتنقل لآخر صف أو آخر عمود في جدول البيانات. طيب أنا هنا بقول جدول البيانات، إيه المقصود بجدول البيانات؟ جدول البيانات هو المكان اللي أنا بخزن فيه البيانات بتاعتي. فأنا مثلا عندي هنا شيت بخزن فيه أسماء الموردين، فجدول البيانات بتاعي هيبقى عبارة عن الرينج اللي هو من B3 لغاية H18. طيب أنا بقول أدي جدول البيانات، أنا بقول بعد كده عايز أحدد أو أتنقل لآخر صف في جدول البيانات. يعني أنا مثلا عندي آخر صف اللي هو 18، فأنا بقول عايز أتنقل لصف 18. فأنا لو واقف مثلا في الخلية E4 أو في خلية بره الجدول، عايز الكود بتاعي يتنقل لآخر صف في الحالة ديت اللي هو في الصف 18، أو أعرف آخر صف في جدول البيانات بتاعي اللي هو الصف 18. طب الكلام اللي أنا عمال أقوله ممكن يكون مش واضح، خلينا نتنقل للفيجوال بيسك فور أبلكيشن من قائمة ديفلوبر ونشوف الكود هيتكتب إزاي. بس قبل ما أكتب الكود ممكن واحد يقول لي طب وأنا هستفيد إيه لما أعرف الصف الأخير ده فين أو العمود الأخير فين؟ أقول له الموضوع كله ممكن نعرض سببين إن أنا عايز أعرف آخر صف. نفترض ان انا عايز اضيف مورد جديد، فطبعا هشوف فين اخر صف، هيبقى في حالتي الصف 18، وبعد كده اروح نازل سطر جديد اضيف فيه المورد الجديد بتاعي. ده سبب من الاسباب. السبب التاني وليكن برضو انا عندي جدول فيه مثلا المبيعات، وعايز احط في نهاية الجدول التوتال بتاع المبيعات دي، فاشوف فين اخر صف اللي هو يبقى مثلا الصف 18، واجي في الصف 19 اقول له ضيف لي دالة صم بحيث ان هو يجمع لي القيم بتاعت الفواتير. طيب نرجع بقى للفيجوال بيسك فور ابلكيشن. انا هنا الملف بتاعي اسمه لاست رو، ادور في البروجكت اكسبلورر اشوف فين اللي هو البروجكت اللي اسمه لاست رو، واقول له ضيف لي مديول جديد، انسرت مديول، هسمي المديول بتاعي صب مثلا فايند لاست رو. طيب انا عشان اجيب اخر رو، انا اول حاجه اعملها أحدد خلية أو أعرف الكود خلية موجودة داخل جدول البيانات بتاعي، وليكن مثلا أول خلية اللي هي B3، فأكتب هنا range وأفتح قوس علامتين تنصيص وأحط بين علامتين التنصيص مرجع الخلية اللي هو الريفرنس بتاع الخلية في حالتنا B3، وأقفل القوس بتاع الرينج. يبقى أنا كده عرفت خلية اللي هي أول خلية في جدول البيانات. بعد كده اعمل دوت بحيث ان انا اعرف الكود ان انا عايز اتعامل مع الخصائص او الميثودز بتاعه الخليه بي 3. فانا هتعامل مع خاصيه اسمها خاصيه اند. الخاصيه اند دي الخاصيه اللي هتتيح ليا ان انا اتنقل لاخر صف او اخر عمود معتمدا على الخليه اللي انا واقف فيها اللي هي بي 3. انا واقف في بي 3 عايز اتنقل لاخر صف، فاقول له عايز اتحرك لتحت او عايز اتحرك لي ناحيه اليمين، فهنا اختار ان دبل كليك او تاب، وبعد كده اقول له الان دوت هيبقى اتجاهه فين، ما هو هيبقى يا اما فوق يا تحت يا اما شمال يا يمين. فهتلاقي عندي هنا اربع اختيارات، الاختيار الاول داون تو ليفت تو رايت اب. انا الحاله بتاعتي عايز اتنقل لتحت عشان انا بقول فايند لاست رو، فاقول له اكس ال داون. بعد كده هنا اقفل القوس بتاع ان واقول له انا عايز اعمل سيلكت لاخر صف. طيب خلينا نرن الكود بتاعنا كده، نقف على اي خليه بره الجدول، وبعد كده اقول له هنا ماكرو فايند لاست رو، بعد كده رن هيقف على اخر صف الجدول معتمدا على الخليه بي 3 اللي انا كنت واقف عليها. خلينا نغير بي 3 مثلا وليكن اي 3 بحيث ان هو هينزل برضو في الخليه اي 18. نرجع للكود بتاعنا هنخلي هنا دي اي، وممكن بدل ما هي 3 ممكن نخليها اي مثلا اي 10 طالما انا لسه داخل جدول البيانات بتاعي، واقول له هنا ران هتلاقي اتنقل لي الخليه اي 18. ادي الخليه اي 18 اللي هو عمل ليها سيلكت. طيب دي طريقه ان انا اتنقل لاخر صف. خلينا ناخد الكود ده كله على بعضه كوبي، رايت كليك كوبي، واقول له كنترول وفي، واخير هنا بدل ما هي رو تبقى كولوم، وهنا هقول له بدل ما هو بيتحرك لتحت اقول له خليها تو رايت ماشي، واقول له بعد كده هنا ران. لاحظ ان انا واقف هنا في الخليه اي 18،
المفروض هو لما يجي يتنقل هيتنقل للخلية H18، أقول له هنا run، لقيناه بقت H10. ليه H10؟ لأن هو هنا قلت له من الخلية E10 يتحرك لآخر عمود موجود في الجدول، اللي هو هيبقى موجود في الحالة ديت موجود فين؟ في H10. طيب يبقى أنا كده عملت وصلت لآخر صف وآخر عمود. طيب أنا بقول لو أنا عايز أعرف رقم الصف أو رقم العمود هعمل إيه؟ هشيل العنصر select وأقول له مثلا العنصر أو الـ option اللي هو اسمه column، فأنا هنا بستخدم الدالة column بحيث إن هو يجيب لي رقم العمود للخلية اللي هتبقى في آخر الجدول، وهنا برضو أغيرها تبقى row. تمام، لو جيت رنيت هنا هنشوف ايه النتيجه اللي هتظهر لي. هيقول لي في هنا ايرور. ليه هيديني ايرور؟ لان هنا الكود دوت عباره عن رينج اي 10، بقوله من الخليه اي 10 انزل لاخر صف في الجدول وقول لي رقم الصف، بس الماكرو اللي بيبدا بصف ما ينفعش يديني قيمه اتعامل معاها، اللي هي المفروض مثلا هنا قيمه 18، فلازم اسند الكود دوت اعمل له assign ل variable، لازم اعرف variable وليكن مثلا هقول له هنا lr بيساوي، طبعا انا هنا عامل دايس على الزرار بتاع insert فبيمسح الكلام اللي انا بكتبه، فهضطر هنا اكتب range تاني بحيث الكود يبقى ماشي مظبوط. فيبقى هنا متغير اسمه lr بيساوي رقم الصف الاخير في جدول البيانات. بعد كده هستخدم هنا message box. وظيفة المسج بوكس ان هو بيظهر لي دايلوج بوكس فيه قيمة معينة، القيمة ديت اللي هي تبقى القيمة المتخزنة داخل ال ار، فاكتب له ال ار. بعد كده ادوس F5، الأول طبعا أعمل ستوب بحيث إن أنا أخرج من الوضع بتاع ديباج، وأقول له F5، هيقول لي أنت آخر صف عندك في الجدول رقمه 18. خلينا نتأكد إن الدالة أو الشغل اللي أنا عامله صح. هناخد الجزء ده كله كوبي، كنترول و سي كنترول و سي، وأجي هنا وأقول له كنترول و في. في هنا مشكلة، هناخده برضه تاني كوبي كنترول و سي كنترول و في. المفروض هنا آخر صف هيبقى 33، أجي هنا على الكود بتاعي وأقول له ران، هيقول لي آخر صف موجود عندك فعلا رقمه 33. بنفس الأسلوب أنا ممكن أعمل الشغل ده برضه هنا في الجزء بتاع find last column، أقول له هنا عرف متغير اسمه ال سي بيساوي، وأكتب message box ويظهر ال سي، وبعد كده أرنه هيقول لي إن آخر عمود عندك. هنا في مشكلة، خلينا نبص إيه هي المشكلة. إن أنا جه كتبت المسج بوكس غلط، اللي هي ام اس اتش في جي زيادة، همسحها وأقول له ستوب ورن الكود بتاعي تاني. هيقول لي آخر عمود عندك 8. خلينا نتأكد إن الشغل ماشي مظبوط. لو أنا خدت هنا الداتا دي كوبي كنترول و سي كنترول و في، وبعد كده رجعت الكود وقلت له رن تاني، المفروض هيقول لي آخر عمود عندك اللي هو العمود رقم 9. طب أعرف منين إن هو النتيجة دي صح؟ خلينا نرجع للشيت وأقول له هنا بيساوي، أكتب معادلة كولوم اللي إحنا عارفينها شرحناها قبل كده، بتقول لي رقم العمود أو رقم الصف اللي أنا كتبت فيه المعادلة، هقول له هنا إنتر فيقول لي إن أنت العمود I ده العمود رقم 9. طيب أنا كده درس النهاردة خلص، خلينا نعمل تطبيق عملي. أنا عندي هنا شيت سيلز بسجل فيه بيانات المبيعات، هدوس هنا على زرار بيظهر لي يوزر فورم بضيف فيه بيانات المبيعات، فهو اقول له مثلا ان هو في تاريخ 21/1/2014 حصل مبيعات من بواسطة المندوب احمد في منطقة الجيزة بقيمة مثلا 1850 جنيه، اقول له اضاف، هتلاقي ان هو اضاف لي في اخر شاف فين اخر صف اللي هو كان الصف الثالث وتحرك للصف اللي بعديه. خلينا نضيف مثلا هنا وليكن في تاريخ 25/1/2014 المندوب اللي هو اسمه رضا عمل مبيعات في منطقة السويس بقيمة مثلا 6550 جنيه، أقول له هنا أضاف، هيضيف لي في أشوف فين آخر صف ويتحرك بعديه. طب ممكن واحد يقول لي طب ما أنا اليوزر فورم أنا مش عارف الكود اللي موجود جوه الزرار دوت بيعمل إيه، أقول له سهلة جدا، هقفل اليوزر فورم وأروح داخل على اليوزر فورم هنا من الملف وادوس دبل كليك على زرار اضافه بحيث ان انا اعرف لما الزرار ده بيتداس عليه ايه اللي بيحصل. دبل كليك على زرار اضافه، تلاقي ان انا عندي الكود اسمه سيم دي اد، ده اسم الزرار، وبعد كده اندر سكور كليك، يبقى انا كده اعرف ان الكود ده عباره عن
الكود اللي بيتنفذ ساعة ما الزرار اللي اسمه CMD Add بيتداس عليه، أول سطر اللي هو ال RU ده عبارة عن متغير بأسند له قيمة فيها آخر صف في جدول البيانات وبضيف عليه واحد. نشرحها كده هنا. شيت 2، شيت 2 دوت اللي هو المبيعات. أنا شغال في الشيت بتاع سيلز، لو بصيت هنا سيلز اسمه شيت 2. بعد كده بقول له رينج بي، يبقى أنا هتعامل مع العمود بي. بعد كده بقول له روز دوت كاونت، دي عملية بتحسب لي عدد الصفوف داخل العمود بي. فلو جيت هنا دوست كنترول وسامي تحت، هيقول لي ان العمود بي فيه 1,048,576 صف، فبالتالي ان الجزء ده كله رينج بي لغاية كاونت. بيقول لي انت كده واقف في الخلية، او الخلية اللي هتعمل معاها اسمها بي 1,048,576. طيب بعد كده بقول له من الخلية دي اتحرك لأول خلية هتقابلها فوق. فأنا هاجي هنا أقول له كنترول وسهم لفوق، هيلاقي إن أول خلية قابلها فوق اللي هي في الصف الخامس. فلما يجي هنا يقول له رو، هيجيب له الجزء ده كله، هيجيب له رقم 5، ياخد 5 ويضيف عليها واحد، يبقى عرف إن أول صف أو الصف اللي هيضيف فيه البيانات اللي هو الصف السادس. طيب فأنا كده مسجل في ال LRU اللي هي رقم 6. بعد اقول له بعد كده بقول له الخليه اللي موجوده في الصف السادس والعمود الثاني اللي هي في الخليه بي 6، ضيف لي فيها دوت فاليو، يعني الفاليو اللي هتضاف في الخليه بي 6 عباره عن الفاليو اللي موجوده في التكست بوكس اللي اسمه ديت. فهنا بقول له مي اللي هو اليوزر فورم دوت تكست ديت اللي هو اسم الكنترول اللي هو متخزن فيه التاريخ بتاع عمليه المبيعات، دوت فاليو يعني التاريخ اللي موجود في التكست بوكس. بعد كده السطر اللي بعديه بقول له الصف السادس العمود الثالث، القيمة اللي هتبقى موجودة في الخلية ديت اللي هي هتبقى سي 6، عبارة عن القيمة اللي موجودة داخل الكومبو بوكس اللي فيه اليوزر فورم اللي اسمه سيلز. وبنفس الأسلوب هيبقى السطرين اللي بعديه الصف السادس العمود الرابع والصف السادس العمود الخامس فيهم اللوكيشن وقيمة المبيعات. طيب في عندي هنا سطر اسمه كلير فيلد، ده عبارة عن كود أو ماكرو متسجل في مديول تاني بره شيل لي القيم اللي موجودة داخل اليوزر فورم، بحيث ان هو اليوزر يقدر يضيف داتا جديدة. خلينا نبص عليه كده. لو دخلت على المديول اللي اسمه كلير فيلدز، هتلاقي ان هو عبارة عن لوب بيمشي داخل كل الكنترولز اللي موجودة داخل اليوزر فورم ويصفر الداتا اللي جواها. فلو هو تكست بوكس بيمسح الداتا اللي جواها، لو هو مثلا تشيك بوكس او اوبشن بوتن بيخلي القيمة بتاعتها فولس. هحاول بإذن الله إن أنا أشرح الكود دوت في فيديو مستقل بإذن الله قدام لما ربنا ييسر الحال. نرجع تاني لليوزر فورم. كده إحنا عرفنا الزرار بتاع إضافة بيشتغل إزاي. بكده يكون درس النهاردة خلص. أتمنى إن لو في أي مشاكل أو في حاجة ما كانتش واضحة أثناء الشرح، إن إحنا نحطها في الكومنتس في نهاية الموضوع. والملف اللي إحنا اشتغلنا عليه وبالأكواد بإذن الله تلاقيها موجودة في الموقع اللي هو اتعلمonline.com، عشان نقدر نحمل الملف ونطبق عملي. أتمنى يكون الشرح كان واضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.